مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. الوحدة السابعة، الصوت. كيف ينشأ الصوت؟ ما هي الأصوات التي سمعتها بأذنيك في الصباح أو منذ الصباح؟ قد تكون قد سمعت صوت والدتك تنادي عليك، أو صوت أخيك، أو صوت التلفاز، أو صوت جرس الباب. انظر إلى الصورة أمامك. ما الصوت الصادر من الصورة الأولى؟ عندنا الصورة الأولى صورة الهاتف، إذن قد نسمع صوت جرس الهاتف. الصورة الثانية صورة صوت البوق أو زامور السيارة. الصورة الثالثة صورة الطبل، قد نسمع صوت الطبل. الصورة الأخيرة صورة الجرس، قد نسمع صوت الجرس. طيب، كيف نشأت هذه الأصوات؟ نشأت هذه الأصوات نتيجة الاهتزاز، يهتز الجسم فتنشأ ويصدر الصوت. والاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار، ذهابا وإيابا باستمرار. إذن الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. للتعرف على هذا الاهتزاز، ثبت طرف المسطرة على الطاولة بيديك، والطرف الآخر اضربه بشدة. ماذا ينتج؟ ماذا يحدث للمسطرة هنا؟ نشاهد أن المسطرة قد اهتزت، وأثناء اهتزازها صدر الصوت. إذن صدر الصوت هنا نتيجة اهتزاز الجسم. أحسنتم. وكذلك لو جربنا بالشوكة الرنانة، ضربناها بمطرقة أو بجسم قوي، فينتج أيضا صوت نتيجة اهتزاز الشوكة الرنانة. إذا نتعرف بأن الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. إذا هذا هو الاهتزاز. كيف انتقل الصوت لنا؟ انتقل عبر الهواء، وسنتعرف في الحصة القادمة عن انتقال الصوت لنا من خلال المواد الأخرى. أيضا فكر، كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ ينشأ نتيجة اهتزاز الأوتار الصوتية. إذن الصوت عند الإنسان عندما يتكلم ينتج وينشأ نتيجة اهتزاز هذه الأوتار الصوتية لدى الإنسان. لا تنسى عزيزي الطالب، نسخ نتعلم معا صفحة 37، وإلى اللقاء في الدرس القادم. لنتعلم معا، الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. يصدر الصوت عن اهتزاز الجسم. يصدر الصوت عن اهتزاز الجسم. ينتقل الصوت عبر الهواء. ينتقل الصوت عبر الهواء، أي كيف سمعنا هذا الصوت؟ كيف وصل إلينا هذا الصوت؟ وصل إلينا عبر الهواء. سؤال، أي الحالتين يصدر العود صوتاً ولماذا؟ في الحالة الأولى يوجد شخص يقوم بتحريك أوتار العود ذهاباً وإياباً، فينتج اهتزازاً يصدر صوتاً. في الحالة الثانية لا يوجد شخص يقوم بتحريك أوتار العود فلا ينتج صوتا. لنفكر معا، كيف ينشأ الصوت عند الإنسان عندما يتكلم؟
عندما يتكلم الإنسان يوجد في حنجرته أحبالا صوتية تهتز عند دخول الهواء، فينتج عن هذا الاهتزاز صوتاً.